جود. خليها لبكره. شو ابو عصام؟ خلص ست الكل تأمر بكره 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 بالدوام. امرك سكيورتي. بكير استاذه والله ما بتروحي. شو الحكي هذا؟ الا يا ابي علي الطلاق ما بتروحي. استاذه يا بتتغدي معنا يا بتنتعي كل هالاكل معي. شو؟ لك شو بدك تعمل انت؟ بدك تدهورنا وين بدك تاخذه معك؟ مو سمعانه شو عم تحكي؟ أماني أماني يا أستاذ تضلي تتغدي معنا؟ والله الطبخ اليوم كله من تحت إيدين سارة وساعدتني رسمية وأكلنا كله أبيض مثل وشك القمر. إيه مبيضينا اليوم مش عم نعتز، يعني عاملين كبة لبنية وششبرك وشاكرية وكوسة بلبن وسحلب ورز بحليب، يعني كله بياض ببياض. الله يبيض أيامك يا أستاذ. يا لطي إيه شطت ريالتنا؟ يلا اتحركوا يا نسوان، يلا حطونا السفرة. يلا يلا العريس تفضل. وين رحتوا؟ روح روح روح.